أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: شخص ينهي حياة عمه بسبب خلاف حول مياه السقي. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. اهتز دوار تابع للنفوذ الترابي لإقليم الراشدية صباح يوم السبت 18 يونيو الجاري على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها رجل ستيني. ووفقا لما أورده مصادر محلية، فإن خلافا نشب بين الضحية وابن أخيه البالغ من العمر 52 سنة وسط غابة حول أحقية مياه السقي. وأضاف ذات المصادر أن الأمور تطورت بين الضحية والجاني إلى عراك، عمد خلاله الأخير إلى ضرب عمه بأداة فلاحية أتلى مرديا إياه قتيلا على الفور. وحسب المصادر السالفة الذكر، فقد حلت السلطات المختصة بمسرح الجريمة، حيث قامت بنقل جثمان الضحية صوب مستودع الأمواج بمستشفى القرب بالريش قصد إخداعها للتشريح الطبي بغية الوقوف على ملابسة الوفاة. وأكدت ذات المصادر أن المصالح الدرك الملكي أوقفت المشتبه في ارتكاب هذه الجريمة، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف ملابسة الأفعال الإجرامية المنسوبة للجاني قبل إحالته على العدالة. كنتم مع نشرة إخبارية، إلى اللقاء.